زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما بوقفوا مشايخ بيمدحوني، فبتذكر مرة كنت في أحد الموالد فعم يقول للشيخ أنه هي الشيخ فتحي صافي، فاللي بيطلع فيه النظر إلى العالم قال يقوي البصر. فأنا بتذكر أنه إيه نعم بس يحكوا هيك أنه مرتي بتلبس كزلوك طبي، منين بيقوي البصر؟ إيه نعم، لو بيقوي البصر كانت إيش قامت الكزلوك. فلكن سبحان الله، يعني المشايخ جل جلال الله، يعني حتى الدكاترة اللي قاعدين عنكم هون أقوى مني علما، إيه نعم، وعملا. بس سبحان الله، وكم في العرس أبهى من عروس. بتلاقي بالعرس أحيانا إيه نعم، يعني العروس اللي طالعة تبقى عوكة، بس إجا نصيبة وتحت قاعدين كل واحدة أحلى من الثانية، ما إجا نصيبه. وكم في العرس أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد، يعني نفدت بريشة ولقيت ابن حلال. إيه نعم، إيش ببالك هلا على المنبر، على المنبر هلا الناس يلي قاعدين تحت، الخطيب أفقه من الناس كلها؟ لا، احيانا بيكون في تحت كمان ناس بيكونوا افقه من خطيب الجمعه، بس اما اي نعم هو الخطيب وانهم قاعدين عم يسمعوا له. بدايه يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الدعوه شو بتتطلب من الانسان؟ يعني ايام في زمن الجاهليه تبعي، يعني مو جاهليه الجاهليه اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، حتى الجاهلية هذيك، أنا لما كنت درس بالقرى أحياناً مثلاً مر على قرى قاسين جداً بالمعاملة، خرج منهم طلاب شريعة من أقوى ما يكون لأنه عندهم مواقف. وأحياناً فت على قرية، فت على قرى، استفدت منها في قرية من قرى، استفدت منها بطالب ونص، وفي قرية فت عليها اشتغلت فيها بالدعوة ما طلعت منها ولا بطالب، بفزوا عن السجادة بدشروا ليهن على السجادة وبيمشوا، بيسمعوا هنين بس لما يفوتوا من هون بيطلعوا من هون. لما كنت أخذ أفواج حج فكنت درس عن مناسك الحج في جامع، شو اسمه؟ جامع الورد، نعم، شو عرفها؟ أنا حافظ بس خلي لي إياك يا سيدي. نعم، فكنت درس في جامع الورد عن مناسك الحج 5 سنوات وأنا أخذ إيش أفواج حج. فسبحان الله، إيه نعم، يعني الصفوف الآخرانية عم يحكوا بين بعضهم شو بدهم ياخذوا معهم على الحج، هذا بيقول له انا باخذ معي اللحمه الاورما، انت خذ معك جبنه ولبن مصفى وزيتون، انا باخذ معي ابريق الشاي والكاسات، انت بتاخذ معك صحون وطناجر، بيقعدوا بيتقاسموا شو بدهم ياخذوا معهم. فبخلص من درس المناسك انا بفزوا هنين، الله يخلينا اياك يا شيخ، والله احلى شيخ، والله انه لو ما دروسك ما بنعرف شيء عن الحج. لكن انت ليش كنت عم تسمعني انت؟ ولا كنت عم تسمعني ولا شيء. مرة إيه نعم كنت خطيب جمعة، فسبحان الله في واحد تحت يعني بيعود، إيه كل ما أنزل مع المنبر بيبكي، الله يطول عمرك يا شيخ، الله يخليناك يا شيخ، والله ما في شيخ بعد منك، إيه وآكل ميراث إخواته البنات وآكل الدنيا، وإيه نعم يعني شو مستفيد إذا كان بدي أقعد أو أسمع أو إنه إيه نعم يعني أقرأ قرآن. الأدنى جاي على شهر رمضان، وتلاقي زبونات رمضان كتار، يعني بشوف الناس في اقبال على شهر رمضان. انا كنت امام جامع حسبي، الله عين الائمه، الامام والمؤذن سجين الاسلام، فهذا بيقول له طولت وهذا بيقول له قصرت للامام، والمؤذن هذا بيقول له تاخرت دقيقتين وهذا بيقول له بكرت وهذا بيقول ما بيخلص معهم. لذلك اي نعم يعني باثناء ما كان في امام فاستلمت امام حسبي، ريس ما يجيبوا امام. ففي شهر رمضان صلاة الصبح هيك مثل حكاية أعدادكم هيك، الجامع ملان على صلاة الصبح. أول يوم العيد يا دوب إن عم ما في صف ما كمل وراي. ثاني يوم العيد أنا والمؤذن لحالنا. ثالث يوم العيد هرب المؤذن. صفيت أنا لحالي عم صلي. فقلنا لهم إذا رح نستمر على الحالة، إي نعم أنا ما أفتح الجامع، بنزل بصلي تحت،
قريب عليه جامع الدكتور البوطي بصلي عنده وما في داعي نعم انه اجي افتح الجامع وصلي. فالشيخ سبحان الله بتلاقي ايش يعني حرقه وبده الناس نعم يعني تحب الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما بيقول رب العالمين سبحانه وتعالى انه يا موسى وذكرهم بايام الله، يعني يا موسى قل لهم مين انا، لك فهمون قديش انا بحبهم، فهمون قديش انا بكرمهم، قديش انا بعطيهم، لك رجعتهم لعندي وحياتهم بايدي وصحتهم بايدي ورزقتهم بايدي وكل شيء بايدي، لك وعم اكرمهم. هلا نحن هلا بالجامع فينا واحد ما الله سبحانه وتعالى عم يعطيه اكثر ما يستاهل؟ كل يادنا الله سبحانه وتعالى عم يعطينا اكثر ما نستاهل. لو بدي عاملنا على عملنا يا لطيف كنا يا شلينا يا اما عم انجلطنا، الى انه نعم سبحان الله اعمالنا ما هي اعمال عبيد. يعني يقال عن ايش احد الائمه نعم الامام بشر الحافي يقال بانه كان قاعد هو والجواري ومبسوطين ومروقين، فاجا احد الصالحين وسال انه هون صاحب البيت حر لما عبد؟ فقالت له الجارية يا لطيف شو عبد حر هذا؟ قال له مظبوط لو عبد ما بيعمل هيك. وراح الرجل الصالح وفاتت هالجارية لعند بشر الحافي وقالت له انه يلا مين في بالباب؟ قالت له رجل ما بعرف يمكن على البركة اجدب، سألني انه صاحب البيت حر لما عبد؟ قلت له حر. قام قال لي مظبوط لو عبد ما بيعمل هيك وراح. الإمام بشر الحافي انتبه انه العبيد ما بتشتغل هيك، فرقد وراها الرجل رقد وراها حافي وما حصلوا وتم حافي، ويقال بانه ايش انه سمي بشر الحافي لانه صالح ورب العالمين سبحانه وتعالى وكان حافي القدمين. بشر الحافي قالوا ما جاء على الدنيا مثله في الورع ابدا ابدا، والورع هو ترك الشبهات مخافه ايش مو يترك الحل يترك الشبهات يترك الحلال مخافه ان يقع في شبهه. فلذلك الامام بشر الحافي سبحان الله نعم يقال انه ما اجى على الدنيا مثل حكايته ابدا في الورع وفي الدين. لما بنقرا عن هالرجال لما اقرا عن الصالحين بلاقي حالي برا، بلاقي حالي مو منهم، لا صلاتي مثل صلاتهم ولا عبادتي مثل عبادتهم ولا صيامي مثل صيامهم. منصوم شهر رمضان اي نعم سبحان الله اول ما بيأذن الفجر بجوع وبعطش، لك هلا كنت عم اكل بس يقول الصبح الله اكبر عطشت وجعت اي نعم، وببلش بقى بطلع على الساعه لسه اي نعم كم ساعه في 16 ساعه ليأذن المغرب اي نعم، فبتلاقينا رايحين جايين سبحان الله اي نعم عم نسال على المغرب وبنمرق بالسوق بنشتري اكلات ما بناكلها، وحديثنا اي نعم سبحان الله كلياتها احاديث ليس لله فيها حاجه، وصلاتنا اي نعم يعني هلا المسلم لما بيوقف بالصلاه بيقول الله اكبر يعني كب الدنيا كلها ورا ظهره واقبل على الله سبحانه وتعالى. نحن بنقول الله اكبر بنجيب الدنيا كلها بنحطها بقلبنا، فبتلاقي صلاتنا اي نعم ما هي صلاه اللي بتقربنا من الله سبحانه وتعالى. يقال بانه اي نعم ابن الفارض كفروه مشان بيت واحد، بيقول بالبيت تبعه بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، خالف نص القران الكريم الا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هو شو كان قصده؟ كان قصده بانه اي نعم الصلاه اذا ما بترقيك عند الله سبحانه وتعالى فمعناتها ذنب هي الصلاه اي نعم. ف واقم الصلاه لذكري، فالصلاه ذكر، والصلاه اذا ما رقتنا عند الله سبحانه وتعالى فلذلك كانت علينا ذنوب، قتلوه مشان هالبيت لانه كفقهاء نحن ما يعني ما منأول لحدا، لازم كلامه كلياته يكون مضبوط، اما نقول والله هيك لازم يكون او ما هيك لازم يكون لا. فسبحان الله الانسان اي نعم لما بيقبل على الله سبحانه وتعالى. هلا احنا جايين على شهر عظيم شهر الصبر، شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، مع ذلك بتلاقي كل شيء غلي بشهر رمضان، لك جرزة البقدونس بتغلى، قبل بيوم كانت 25 ليرة بتلاقيها ثاني يوم صارت 50 ليرة، لك شو القصة؟ لسه ما أكلنا بقدونس، ليش غلي الدغري؟ إي نعم، لك لسه ما أكلنا بيض، ليش البيض غلي؟ إي نعم، ليش الفروج غلي؟ شو القصة؟ ليش كل شيء بيغلى بشهر رمضان؟ فسبحان الله بتلاقي إيش يعني عواضنا إنه الإنسان يعني الإمام إبراهيم من الأدهم رحمه الله تعالى قالوا يا إمام لقد إيش ارتفع سعر اللحم غلي اللحم، قال أرخصوه بتركه، تركوه بيرخص. فلذلك سبحان الله بتلاقي الإقبال على الشيء
بيرفع سعر الشيء، وبنشتري أكل برمضان ما بناكله. فنحن جايين طالعين على البيت قبل المغرب ما في إلا بنشتريه وبنحمل وبنشتري وبنحمل. بيأدي المغرب يا دوب تشرب لك إنعم كاسة مي وكاسة عصير ولامتين وفكى الله، حاجة كفاها الله، ما عاد بقى لا في أكل ولا في شرب. فسبحان الله نحن في رحيلنا للآخرة يا هل ترى زادنا بيكفي؟ سبحان الله عم يذكرني الدكتور هلا اي نعم عم يذكرني ب ب ب بقصة اي نعم شو اسمه قصة شو ماشيطة بنت فرعون بلش اي نعم معي الزهايمر اي نعم سبحان الله بارك الله فيك الله يبارك فيكم يا سيدي. فماشيطة اي نعم بنت فرعون أوردوا قصتها اي نعم جاءت في الأحاديث الصحيحة اي نعم وجاءت في مسند الإمام أحمد بن حنبل. وما أدراك ما الإمام أحمد بن حنبل؟ قبل ما ندخل في قصتها الإمام أحمد بن حنبل يقال بأنه علم ابنه 30,000 حديث حفظ ياون عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له حفظتهم يا ولدي؟ قال له حفظتهم. قال له هي أحاديث موضوعة، هلا هي الأحاديث تتركها مشان علمك الأحاديث الصحيحة، لكن نحن الأربعين النووية ما عم نعرف نحفظها، نحفظ أولا نضوع آخرة. اي نعم. فشلون كانوا يحفظوا؟ كان في تقوى، على التقوى أقوى، بس الإنسان يتقي الله إيه نعم سبحان الله رب العالمين بيعلمه. فماشيطة بنت فرعون، بنت فرعون كانت مدللة كتير وكانت سيئة جدا. طبعا أبوها إيه نعم مو ملك، فرعون أبوها استخف قومه فأطاعوه، يعني إيه نعم سبحان الله تكبر على الناس والناس تسجد له، عاملوه كأنه إله. فبنته إيه نعم شايفة حالها كتير بأبوها، أبوها معين لها خادمة وماشطة بنفس الوقت. هالماشطة هاي ما لها شغلة غير تجي تمشط لها شعراتها وتحط لها إيه نعم شو بدها طعام شراب كذا، لقاء أجر هالإمرأة هي بتعين فيه أولادها. بسم الله لك يحط لكم كاسة شاي كاسة شاي شبكو جاي يلا إيه نعم. فكرت لحالي ايدهم هيك ماسكه يعني ما هنا هنا عم نضحك الله يرضى عليكم. فهي عم تمشط لها شعراتها وقع المشط من ايدها، فقالت الله. فقالت تقصدين ابي؟ قالت لا اقصد اي نعم ربي وربك وربي اباك وربي ابيك، فانا قصدي الله سبحانه وتعالى. قالت لها ايه؟ راحت خبرت ابوها انه في ببيتنا امرأة موحدة بتعبد الله سبحانه وتعالى ما بتعبدك لك. فغضب فرعون، شلون انه في حدا اي نعم بقصره اي نعم وما بيعبدوا له؟ فجاب بعت وراها جابه سألها ما انكرت انه موحدة مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك اي نعم قال لها انه يا بترجعي عن هالدين هذا اللي هلا اتخذتيه لك او نهايتك الموت. قالت له افعل ما بدا لك، ساوي اللي بدك اياه، انا اي نعم بامن بالله سبحانه وتعالى. فقال له انه بدي اتفنن بتعذيبك. فجاب اولاده، روايه الامام احمد بن حنبل بانه اي نعم جاب نقره من نحاس، اي نعم طنجره كبيره معجن كبير من 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 نحاس، وحطوا فيه زيت وشغلوا تحته النار لحتى صار الزيت يبقبق. فقال له بدي احرقكم واحد واحد انت اولادك إذا كان ما بترجعي إيش عن عبادة الإله اللي أنت اتخذتي إلهي. قالت افعل ما بدا لك. أخذوا ابن الكبير، ابن الكبير تكمش بأواعي أمه فسحبوا الزبانية، والأم كمشت ابنها ودموعها تنزل ودموعها بللت إيش قميص الولد وأواعي، سحبوا الولد وصلوا له قدام نقلة النحاس طلعوا فيها. فرعون طلع فيها شو بتقولي؟ قالت إيه نعم لا إله إلا الله. فزتوا له ابنها في نقلة النحاس مباشرة، داب اللحم وطفى ايش فوق العظم. جابوا الولد الثاني قال لا يعني حاجتك ولد، بكفيك ولد بكفي، يعني ارجعي عن الاله اللي عم تعبديه. قالت افعل ما بدا لك. فشحطوا الولد الثاني، امه تبكي والولد يبكي، اخذوه وصلوه عند نقلة النحاس طلعوا على امه شو رايك؟ قالت لا اله الا الله. زتوا الولد بنقلة النحاس فذاب اللحم وطفى العظم. اي نعم. جابوا الولد الثالث، خمس اولاد، بعدين الرضيع، جابوا ابن الرضيع، والرضيع له رقه في القلب غير اخواته. سالوا رجل قال له مين يعني اعز عليك شيء من اولادك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يرجع.
هذول أغلى شيء من أولاده الواحد يبغوا عليه. فجابوا الرضيع وقدموه، والأم بكيت ورقدت ونزلت على ركبها بالأرض وبلشت تنشج وتبكي وترفع إيديها وتصرخ يا الله، والله سبحانه وتعالى ينظر إليها ويراها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله سبحانه وتعالى شايفنا، مطلع علينا. فهي عم تصرخ يا الله، الله سبحانه وتعالى عم ينظر إليها وشايفها. فأنطق الولد، فقال الغلام الصغير الرضيع، قال اثبتي يا أماه إنك على الحق، اثبتي. نار الدنيا مو مثل نار الآخرة، هنيك النار اللي بتخوف. قالوا بأنه اللي تحدثوا في المهد أربعة، ابن جريج الراهب يلي شهد له بالبراءة، وغلام سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، وهالولد هذا ابن ماشطة ابنة فرعون. فلذلك أنطقوا رب العالمين فنطق، فلحشوه بقلب الزيت المغلي مباشرة من هبلة الزيت. نعم داب الولد، طفل صغير صفت هي، فسحبوها. فقالت له لفرعون، أنا يعني خدمتك سنوات طويلة، ما بيطلع لي أطلب منك طلب. قال له أطلبي بس إنه تعيشي. لا، قالت له جماع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. قال لك ذلك، يعني شغلة مو كتير بعيدة، ما فيها مشكلة. فزتوها بنقرة النحاس، داب لحمة واصطفى على فوق عظمها، فجمعوا هالعظم كلياته وحطوه في قبر. يقول الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتاب أحكام النساء، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج وهو في السماء السابعة، شم رائحة المسك، فقال ما هذه الرائحة يا أخي يا جبريل؟ فقال يا رسول الله، هذه رائحة عظام ماشطة ابنة فرعون مع أولادها، ووالله يا رسول الله إننا نشم هذه الرائحة في صعودنا ونزولنا من السماء. شوف نعم ريحة مسك. طيب نحن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلوات الخمسة، وشي بيصلي وشي بيقطش وشي بيصلي بالبيت. أنا ما بدي لكم إنه أجيت صليت العصر هون يا دوب صف ما كمل وهلا تعبى الجامع، لا ما بدي أقول هيك، بس ليش هالتقصير بالنسبة لنا؟ كلياتنا مقصرين. ليش؟ الصحابة الكرام في الحديث الصحيح، في صحابي كان عم يقرأ القرآن، ابنه نايم جنب منه وفرسه بجانبه، قال فهو عم يقرأ القرآن نزلت من السماء ظلة، مثل حكاية تريا نزل من السماء، فجالت فرسه، الفرس وقفت على قوائمها الخلفية وبلشت تحرك رجليها الأماميات، قوائمها الأمامية. قال فخفت على الغلام فتوقف عن القراءة، فارتفعت الظلة فتوقف الفرس عن الجولان. رجع رد الصحابي قرأ قرآن، فنزلت الظلة من السماء فجالت الفرس، فخاف على ولده الصغير فوقف حتى أذن الفجر، فنزل نعم صلى الفجر عند النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا بحديثه، فقال له عليه الصلاة والسلام هذه الملائكة نزلت تستمع قراءتك. كانت قراءتهم تنزل الملائكة من السماء. نحن شو بننزل من السماء لما بنقرأ القرآن؟ منزل ملائكة لما بينزل شياطين، لما شو بننزل؟ لك ليش نحن لما بنقرأ؟ المهم إنه ختمة قرأناها ومشي الحال. ليش لما بنقرأ ما بنتدبر بالقراءة؟ ليش لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بدك تبدأ في سورة، أي سورة من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء بارئ البرايا في بسم الله الرحمن الرحيم، والسين ستار الخطايا، والميم منان بالعطايا، الرحمن بسم الله، الله علم على الذات، اسم رب العالمين سبحانه وتعالى الله. قال أهل العلم إلا الإمام النووي خالفهم، قالوا بأن الاسم الأعظم هو الله الذي إذا دعي به أجاب. طيب نحن عطول نقول يا الله ما بيعطينا، قال من تخلف الإجابة عدم أكل الحلال، لأنه ما بنعتمد كثير على أكل الحلال. الإمام الشعراني قال كان نعم في الصحراء وكان في عز شبابه، شاف رجل كبير في السن اختيار قاعد في ظل شجرة، فأجى يصافحه للاختيار وقال بدي عصله على إيده، يعني هيك بدي مازعه مشان الاختيار يصرخ من وجع ايده، فعصله على ايده الاختيار، قام الاختيار عصله على ايده للامام الشعراني نزله على ركبه بالارض. فقال الامام شب، وقال يا هذا الرجل العجوز من اين لك هذه القوه يا سيدي؟ قال بضع لقيمات من حلال اكلتها في الزمن الغابر.
صح لي كم لقمه حلال اكلون. طيب نحن ليش بقى سليمان مات اخضر يابسات؟ ليش؟ ليش بتلاقي إيه نعم شو ما صحلنا بناكل، شو ما اجانا ما بتفرق معنا، ما منطلع على الامور، ما مندرسها، ما منقراها. اي نعم، الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. لما بنوقف بين ايدين الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى انظروا لعبدي منين جاب امواله وين انفقها، فيقال يا رب جاب امواله من حلال انفقها في حرام، خذوه الى النار ما يحاسب. الثاني جاب ماله من حلال من حرام انفقه في حلال، خذوه الى النار. الثالث جاب ماله من حرام انفقه في حرام، خذوه الى النار. الا رجل جاب ماله من حلال انفقه في حلال، يقال هذا اوقفوه للحساب. كان يحمل هيك هذا كيس الفضيحه اللي بيمري بيأرجي شوفي بقلبه منه شاري كيليين موز وجاي على بيته، وجيرانه مثلا عنده جيران ايتام ارامل ما بيطلع بيدهم يجيبوا موز، فبيتفرجوا عليه هو فايت على بيته، انت ببالك يعني بينفذ من الله سبحانه وتعالى هذا الرجل؟ ليش لكان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بانه اذا كان فتنا ومعنا فاكي انه يا اما منضيف اولاد الجيران يا اما خبيها مشان ما اولادك يغيظوا اولاده فيها. شو اخذنا معنا الاخره نحن؟ شو هيئنا حالنا للاخره؟ انا مني واحد الناس يعني انا زوادتي مثل دفتر السمان كله شخويط، لالا ما كنت اعرف ظبط زوادتي. اجتمعت بحياتي برجل واحد عم احكي انا وياه قال لي شيخ انا جاهز للرحيل للاخره، لا في علي صلاه قضاء ولا صيام قضاء ولا حج ولا بر والدين ولا زكاه، كله مأديه كاملا. بعد فتره سالت قالوا لي مشي راح على الاخره. قلت الله يهني الرحيل للآخرة. أنت ببالك الصلاة إذا منصليها بالشكل هذا بترقينا عند الله سبحانه وتعالى؟ في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال على جسر جهنم مزالق، في على الصراط المستقيم في أسئلة ما بيخلونا نعدي بدون ما يسألونا عنها. والصراط المستقيم مدري كم ألف سنة، في صعود وفي نزول وفي هبوط وفي استقامة وفي، وبدنا نمشي عليه. وناس بتلاقي ايش مسرعه، اي نعم كلمح البرق، وفي ناس بتلاقي ايش مثل حكايه اجود الخيل، وفي ناس كانه ايش الرجل في عداء في ايش الذي يعدو، وفي ناس كالماشي، وفي ناس تلاقي بس نوره براس اصبعته شيء انه عم يمشي. قديش بده يتم يمشي هذا اللي يوصل على الضفه الثانيه على الجنه؟ فاول سؤال بيسالونا يا عن رب العالمين تعرف الله؟ إذا بتعرف الله بتعدي، تعرف الله، الله سبحانه وتعالى يرى كيف يرى، يسمع كيف يسمع، بأي شيء يتعلق العلم الله سبحانه وتعالى عليم. طيب بأي شيء يتعلق العلم الله سبحانه وتعالى يعلم. هلأ كل واحد إن شاء الله كلياتنا من أهل الجنة بإذن الله، بس بيعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه مين من الناس على الجنة ومين من الناس على النار. مثلا الشاب الصغير اللي قاعد هون الله سبحانه وتعالى بيعلم مين رح تكون زوجته وكم ولد رح يجي وهالولاد شو صفتهم ومين فيهم طويل ومين فيهم قصير ومين فيهم ابيض ومين فيهم اسمر بعلمه، لكن مو شايفهم رب العالمين سبحانه وتعالى. هلا الله سبحانه وتعالى يبصر المبصرات الاشياء الموجوده ويسمع المسموعات. هلا اذا ما عمل هيك ما في صوت، ما بيسمع شيء رب العالمين سبحانه وتعالى ما في صوت، لكن اذا ما عمل هيك الله سبحانه وتعالى سمع الأشياء التي تسمع. فهل ترى إحنا بنعرف الله؟ لكن المسيحي بيعرف إلهه، والبوذي بيعرف إلهه، والمسلم بتلاقي إيه سبحان الله إذا سألته أين الله ما بيعرف، إذا سألته شو صفة رب العالمين ما بيعرف. الله سبحانه وتعالى طويل قصير يسمع يرى، إيه شو صفاته ما بيعرف. إذا ما بتعرف أنت الإله عم تعبده شو هو؟ فلذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نقعد مع المشايخ وخلي يدرسونا إيش توحيد، أهم شيء العقيدة. فقال إيش كان قرأت عقيدة الحمد لله وعقيدتي سليمة نمرو الكفن ما له جياب، وبعدين الكفن يستبو سريعا وكلياتنا بالزلط، ما في حدا بيستروا شيء لا ذراع قماش ولا من يحزنون. ليش؟ إيه نعم ما بنستحي من بعضنا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر إيه عم بيخوف أكثر من هيك. هلأ اللي عليه محكمة مثلا
محكمة اقتصادية، محكمة جنائية، محكمة كذا. كل ما قرب ميعاد المحكمة بتلاقيه سبحان الله، اي نعم، قلت له مرته تعا تعشى، قيمي العشاء من وشي ما بدي اكل، تعا نام ما بدي نام، روحي من وشي ما بدي نام. بتلاقي قل اكله، قرب ميعاد المحكمة واي نعم ما عاد بده ينام، ما عاد بده يرتاح. ليش؟ لانه قرب ميعاد المحكمة. فلذلك نحن المحكمة تبع الآخرة شو استعدينا لها؟ أنا كنت خطيب بإحدى القرى، فجيت يوم الجمعة بدي درس، حطوا لي الطاولة، الطاولة إلى أجرتين، هي بتنزل هي الطاولة مستويين إلى المستوى واحد، مستويين، وهذيك الطاولة مستويين، حطوها وحطيت كتابي والجامع ملان بدي درس. وإذ بيخبرني واحد من الناس قال فيه عنده قرايبينه طلقت اي نعم جفت، قام صابت جني قتلته، قام عنده محكمه مدري بقديش بالشهر بده ينزل تحت الارض مشان يحاكموه. اشتغل الجنان بقى واشتغلت الهرطقه. اي نعم، قلنا له والله عنده محكمه بده ينزل تحت، قال لي ايه بده ينزل معينين له محكمه كذا. انا عم احكي مليت الا الطاوله كانت فوق نزلت لتحت، فلتت هي الفرفيره تبعها. قلنا لهم اجوا اجوا. اي نعم، يعني العوام سبحان الله تفكيرهم محدود. يعني هلا بتلاقي ايش سبحان الله، يعني مره من المرات اي نعم، يعني كان في امراه معها نزيف، والمراه اللي معها نزيف بتروح عند دكتوره نسائيه تفحصها بتوصف لها دواء، هذا دم عرق انفجر. فامراه معها نزيف قالت له لجوزها روح لعند الشيخ خليه يكتب لي حجاب. هيك كان تفكير الناس. هذا الزلمه استحى من الشيخ انه شيخه بدي اقول له مرتي، يعني شلون بدي اقول له عن مرتي انه معها نزيف والله ثقيله. فراح لعند اي نعم شيخ موجود بريف دمشق هيك على اطراف الريف، راح لعنده كتب له حجاب يمكن شيء ب 5000 ليره. هي القصه كانت من شيء 40 سنه، كان ال 1000 1000 وال 100 100، 5000 ليره لدع منه، لكان رزقه الثعلب نكتاف الحمار. اي نعم، كتب له هالحجاب واخذ الزلمه هالحجاب وراح فيه على البيت، قال له لمرته هي الحجاب. قالت له الشيخ كتبه؟ قال له لا والله، رحت عند شيخ بيكتب حجب كتبه، قالت له ما بثق بالحجاب، خلي شيخنا يقرأه ويشوفه. أخذ الحجاب وراح لعند الشيخ، قال له سيدي هي حجاب شوفه. الشيخ فتح الحجاب لقى مكتوب فيه: اللهم اقطع الدم عن هذه المرأة كما قطعت الرحم عن مخاتير القرى. أي نعم. طيب يعني بالله عليكم 5000 ليرة ومسبي وأي نعم يعني. فبتلاقي الناس سبحان الله هدول مرزوقين، هدول بتلاقي هدول تبع التكبيس وما التكبيس. كثير ناس بيقولوا لي شيخ بتبيت استخاره. لك شو بيت استخاره؟ يعني بيقول له يا رب فلان بده يتزوج، يتزوج ولا ما يتزوج؟ بيقول لي انت شو دخلك؟ هو يسال لك، هو يقول ان اللهم ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري وعاجل امري فيسره لي، او كذا. ايش كان العكس؟ والاستخاره مو منام، مو والله شفت خضار بسم الله ما شاء الله، وشفت نهر الله اي نعم، وشفت لا قوم بلا جد بينا. لا تبنى احكام على احلام. الاستخاره اما تيسير والامور مشيت، او تعسير والامور وقفت. فاما اي نعم شفت اليوم الصبح واحد يتصل فيني اي نعم مرحبا شيخ، قلت له اهلين، قال شفت منام. قلنا له سكر التليفون. اي نعم شيخ شفت النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا له انت بتصلي؟ بتصلي لحد شفت سيدنا النبي؟ مرة اي نعم كان اي نعم في سبحان الله قالوا لي انه في واحد بنته حرداني، كنت في قرية من القرى، واحد بنته حرداني، قال شيخ يعني شو لك نروح لعنده بركي هيك بنحكي معه كلمتين حلوين بيرجعها كذا. والله قوموا لنقوم، اخذنا مكرو اي نعم وركبنا في 14 راكب واخذنا وجوه البلد عندهم، رحنا لعند الرجل فتنا على بيته. اول ما فتنا رقد دغري جاب قضاضه بيضة وحط عقال، اللي بيلبسوا عقال الناس بتبقى يعني فهمانه مرتبه لها قيمتها، فحط عقال على راسه وقعد والله على الكرسي. قعدنا جنبه انا وبلشت قال الله وقال رسول الله وكذا، شي ثلاث ارباع الساعه طلع شعر على لساني، فكرته فهم. قلنا له سيدي شو رايك؟ ما بيمشي الحال. قال لي بتعرف؟ قال لي اجوا مشايخ خير الله قعدوا نفس قعدتك. قال لي بتعرف مين اجى مره لهوني ورديته؟ قلت له مين؟ قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد. سيدنا الشيخ عبد العزيز ابا زيد؟ قلت له اجى لعندك ورديته؟ قال لي ايه. يخرب بيتك، ايه قد شفت عالم دون وواطيه ما مر علي مثل حكايتك. لك شيخ بهالمستوى هاد
كان لما ينزل على الشام سيدنا الشيخ عبد العزيز يقدموه بالمعاهد الشرعيه يقولوا عنه بقيه السلف الصالح. لك تقوم المدارس كلها على حيله لما يجي سيدنا الشيخ. ورديته؟ قال لي رديته. ايه قلنا له ايه نعم انتم ما بدك، بس قد شفنا ناس واطيين ما مر عليهم حكايتها. انا طالع، قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا. قلت له ابو جهل شافه شخصي وراح على جهنم. شو يعني اذا شفته بالرؤيا؟ ليكن هذول اللي كانوا في عصره شافوه شخصي ومن اهل النار. اي والله. طوت الايام ومرر انا على الاوقاف، فانا نازل على الدرج هو طالع. اي والله سلم علي، سلمت عليه، لكن نسيته انا ما بيتم بذاكرتي. اي والله. قال لي شيخ يعني بس ما لك حق قدام العالم هيك تقول لي الكلمه. قلت له اني كلمه؟ قال لي لك انه انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، قال لي ابو جهل شافه شخصي وراح على جهنم. قلت له منو انت؟ قال لي انا فلان من القريه الفلانيه. قلت له والله لو عرفان انك انت ما سلمت عليك. بس كانت اي نعم يعني كانت رب رميه من غير رام. سالوا المسؤولين هنيك اي نعم عن هالبلاد، قالوا الشيخ فتحي صافي موجود بالقريه الفلانيه، شو عم يساوي الشيخ بالقريه؟ قال والله عم يصالح حرمه على زوجها صار لها شي 7 سنين ما عم يرجعها ابوها. ابوها ما عم يرجعها؟ قال لا. قال له خليه يتصل فيني. اتصلوا فيه بالتليفون، قالوا احكي مع كذا فلان من الناس. رفع التليفون حكى نعم سيدي. قال له بنتك حرداني ولا؟ قال له نعم سيدي. بترجع اليوم تنام عن زوجها؟ قال له حاضر سيدي. رجعها نامت عن زوجها. الله انا كنت سبب يعني ما في مشكله. اما سبحان الله يعني تقول لي شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، تقول لي ايه نعم هالكلام هذا بدي عملك. بس الصبح بيقول لي شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، قال له بتصلي؟ يعني بنصلي يعني بتصلي بتقطش يعني والله يعني شو الكلام الفاضي ها هنا. يعني ناس قضيت عمرها بالعباده والركوع والسجود ما وصلت لدرجه، لانه من راني فقد راني حقا هيك بيقول النبي عليه الصلاه والسلام، فان الشيطان لا يتمثل بي. يعني انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام مره كنت نايم بالروضه الشريفه، غفلت عيني شفت نور طلع من الروضه الشريفه ودخل بصدري، فزيت مثل الكهرباء عم تضرب فيني. طلعت لقيت الناس نايمه ولا حدا عم يتحرك. قلت سبحان الله. قد ما عزبوني الحجاج، قلت له يا ريت لما هيك شفت هالرؤيا اني دعيت عليكم. اي نعم كنت بركي الله سبحانه وتعالى قلت له بيخلصني منكم. اي نعم. فسبحان الله يعني يا اخواننا نحن العمر قصير، وغمض فتح صرنا بالاخره، واذا صرنا بالاخره وزواده ما بتكفي. وشو بدك تحكي؟ يعني مرتك رح تعطيك حسنه؟ ما بتعطيك. شوف هلا اي نعم الواحد مرته، انا مرتي هلا هون عم تسمع الدرس. فلذلك المراه لما بتمرض بدها احسن طبيب واحسن اخصائي، وما بتاخذ دواء الا ايش اجنبي، ما بدها دواء. ونحن اذا مرضنا لك ما بنروح على الدكتور، بنروح على الصيدليه بقول له اعطيني حب التهاب اسود واحمر. اي نعم حب 500 من الصيدلي بجيب الدواء تبعي. اي نعم. كل هالدلال للمراه ويوم من الايام ما بتعطيك حسنه، والولد ما بيعطيك حسنه. قلت له يابا بدي كم حسنه؟ والله يابا اللي انت عم تندب عليه انا عم ابكي عليه. روح جيب اي نعم جرافي وتعال. شو بدك سيئات؟ خذ يابا ملان عندي سيئات، اما حسنه ما في. اي معناتها سبحان الله ليش ما ضبطي بغراضي من هلا واخذ زواده من هلا. في درس الفقه بيقولوا انه اي نعم يعني عن موضوع نزح المياه، انه اذا مات شيء اي نعم بالبير بدنا ننزح ماء البير. فرجل كان ماشي بالصحراء من الصالحين من اهل الله، شاف قطاع طريق. قال له شيخي وين رايح؟ قال له والله بدي اقطع الصحراء. قال له بنمشي سوا؟ قال له بنمشي. مشي قطاع الطريق والشيخ بالصحراء. كل ما مشوا 10 امتار يقول له قاطع الطريق للشيخ، شيخي؟ قال له نعم. قال له شايف القرنه هي؟ قال له ايه. قال له بزماني ذبحت فيها زلمه، يخرب بيته. شلون ذبحته؟ والله ذبحته يا شيخ، من الوريد للوريد، شخدته شخد. الله اكبر عليك. والله بكره بس تموت من انكر وانكير لحتى ينتفوك بالقبر. ويمشوا شويه شافوا شجره، شاف الشجره شيخي؟ ايه زماني شنقت فيها 2. الله اكبر عليك، الله لا يوفقك. شنق اي والله شنقتهم يا شيخي. والله بكره بس تموت من اولها لتشوف منكر وانكير شو بده يساوي فيك بس تموت. هيك حتى وصلوا على بير مي، بده ينزل الشيخ يجيب مي، قال له قطع الطريق تعيك شيخي. قال له تنزل برجلك اليمين ونويت الاغتراف ما بتطلع من الصنهار، تعال هيك انا بنزل. بعد الشيخ نزل قاطع الطريق، اول ما حط رجله عتم البير زحطت رجله فرد خبطه لتحت انكسر راسه ومات. طالعوا الشيخ نزح الميات طلعت مي جديده، خسلوا صلى عليه كفنوا صلى عليه.
فلما نام المساء قال يا رب ورجيني أطيع الطريق شو صار فيه. شافه بالرؤية قال له شو صار معك خبرني. قال له شيخي ليش كذبت علي؟ قلت لي بس موت أنكر ونكير وعذاب القبر وقتل وخبط. قال له إيه؟ قال له ما شفت شيء من تم البير على جهنم دغري. ما شفت شيء. اي نعم في ناس ما بتشوف شيء دغري على جهنم. اي نعم. فلذلك هلا يعني اذا بنموت نحن يعني ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يتلطف فينا. الرحيل الاخره اول وموت، مو سيران مو مشوار. الرحيل الاخره شغله بتخوف. اي نعم. يوم القيامه فيه ما سمعت به من كل هول فكن منه على حذري، يكفيك من هوله أن لست تبلغه إلا إذا ذقت طعم الموت بالسفر. أول موت. والموت شو هو؟ يعني مثل حكاية قرصة النحلة؟ لا، الموت شديد ووقعه أليم. سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فقال له بنو إسرائيل يا كلمة الله إنك تحيي رجلا مات منذ آلاف السنين، يعني منذ عشرات السنين، أحي لنا رجلا مات منذ آلاف السنين. قال من تريدون؟ قالوا سام بن نوح عليهما السلام. وقف على أكمة من التراب ونادى يا سام قم بإذن الله، فإذا بالتراب يقوم فكان بشرا سويا. فز، طلعوا فيه الناس ولا لحيته بيضة. قالوا يا سام لم يكن الشيب في زمانك فكيف وصل إليك؟ أول من رأى الشيب سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. قال ربي ما هذا؟ قال وقارا. قال ربي زدني وقارا. اي نعم. ال- 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 الشيب الشيب الشيء يذكر. يحيى بن أكثم شافوه تلاميذه بعد وفاته بالرؤيا، قالوا يا سيدنا ما فعل الله بك؟ يحيى بن أكثم إمام أهل الجرح والتعديل، شيخ الإمام الشافعي، شيخ الدنيا، لنا شو صار فيك لما متت؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء فعلت كذا وكذا، فقلت يا ربي ما بهذا حدثت عنك؟ ما قالوا لي مشايخ هيك رح تحاكيني. قال فبماذا حدثت عني يا يحيى؟ شو قالوا لك مشايخك عني؟ فقال يا رب حدثني الزهري عن عروة عن معمر عن عائشة عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك سبحانك أنك قلت إني لأستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام. الله أكبر. فقال له صدق جبريل وصدق محمد وصدقت عائشة وصدق عروة وصدق معمر وصدق الزهري، قد غفرت لك يا يحيى. إذا الله سبحانه وتعالى بيستحي منا نحن الشايبين، لك نحن الشايبين ما كنا نعرف نستحي من الله بقى؟ ما كنا نعرف نضبطب أغراضنا؟ ما كنا نعرف نهيئ زوادتنا بقى؟ فسبحان الله. اي نعم. لما فت بالقصة نسيت القصة الأولانية. عن شو كنت عم أحكي؟ سيدنا عيسى عليه السلام. اي نعم. قالوا إنك تحيي رجلا مات. اي نعم. أحي لنا سام بن نوح فأحيا. فسألوه عن الشيب إنه كيف وصل إليك؟ قال عندما سمعت المنادي ينادي باسمي فبيض شعري من هول المطلع، ظننت إنه القيامة آمد، بيض شعره من الرعبة. قال منذ كم وأنا ميت؟ قالوا منذ 4000 عام. قال والله ما ذهبت عني سكرات الموت إلى الآن. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يمد إيده بالركوة ويمسح وجهه ويقول يا سبحان الله إن للموت لسكرات، سكرات الموت. طيب إذا طولها سنين قديش عذاب طلوع الروح؟ يقال بأنه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما شاف أبوه بالرؤيا بعد وفاته، فقال يا أبتي كنت تتمنى أن ترى رجلا مات وعاد ليحدثك عن الموت. يعني كان سيدنا عمرو بن العاص يقول يا ريت شي ميت يرجع ويقولنا شو شاف. قال يا أبتي كنت تتمنى أن ترى رجلا مات وعاد ليحدثك عن الموت وقد ذقته فصفه لي. هل أنت متت؟ قل لي شو صار معك بالموت. فقال يا ولدي رأيتني حين مت كأن السماء انطبقت على الأرض وكأني أتنفس من ثقب إبرة وكأني عصفور على مقلاة زيت، لا الزيت يبرد فأستريح ولا أنا أموت فأستريح. نحن مفكرين حنا اي نعم بتقصيرنا بالصلاة وبالصيام وبالعبادة وبكل شيء، اي نعم، انه والله على الفردوس الأعلى راحين، على الفردوس الأعلى. أي فردوس أعلى يا رجل؟ اي نعم. فلذلك لما بدنا نوقف على الصراط وهالمواقف لما بده يسألونا
لك لا في معنى مصاري نعطي الملائكة إنه خد لك قرشين ومرقنا وكزائنا. هلا لما منجي من العمرة فبتلاقي شو بيقلنا الشوفير، يجمعونا من كل واحد 20 ريال مشان على الطريق نعم يعني نكشكشونا دولة بالسعودية وبالأردن ومدري وين، يعني بدنا إيش نمشي حالنا. بس هنيك لا في معنى ريالات ندفع، ولا بياخذوا ريالات ولا بياخذوا عملة سورية ولا دولار ولا أي شيء. إيه نعم، عامل منيح بتنفد، ما في منيح ما بتنفد. السؤال الثاني بده يسألونا عن الصلاة، كنت تصلي؟ إيه شلون كنت تصلي؟ والله أبي شافعي. شو الحكي؟ بسم الله ما شاء الله، حولك حول أبوك إن شاء الله. أنا أبي علمني مرة كيفية غسل الجنابة، كنت عريس جديد، فقال لي تعال يا ولدي علمك كيفية غسل الجنابة. قالوا علمني يابا. ما كنت طالب شريعة ولا طالب علم، عايش تفاش مثل معاشي الناس عايش. قال لي يابا بس فوت على الحمام تشلح وعيك جوا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، نويت سقوط الغسل وارتفاع الحدثين، الحدث الأكبر الحدث الأصغر، كل شعرة بجسمي تحل وتطهر، أول طاسة شفا وثاني طاسة كفا وثالث طاسة على روح المصطفى. وعلمني أنا شيت جوا. لما جيت أدرس عند المشايخ طلع 3 أماكن ما بيجوز تحكي فيها، بالتواليت وبالحمام وأثناء الجماع، إن معكم من يستحي منكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. لما عرفت أنه جوا بالحمام ما بتحكي ولا كلمة جيت لعند أبي، تعا يا أبا، قلت له تعا أنا بدي أعلمك كيفية غسل الجنابة. قال لي مشي الحال يا أبا، ما عاد في داعي، لا تم جنابة ولا تم شيء. فسبحان الله، لما بدنا ايش الصلاة، لما نتعلم الصلاة. طيب هلا الا خبر لما سلمنا وراء امامنا ونحن بالصلاة، لما قلنا السلام عليكم ورحمة الله، انا وراء الامام، انا نويت الامام بالتسليمتين، طلعت فيه له للامام قبل ما اطلع على الناس، بعدين بدأت باليمين بعدين باليسار. على مين سلمت السلام عليكم ورحمة الله؟ سلمت على الملائكة اللي معنا وعلى يميني والإمام وصالح الجن اللي اقتدوا فينا، لأنه في جن معنا بالجامع، يعني نصكم جن هلا. اي نعم، فلذلك بعدين على اليسار اللي ورا الإمام بينوي الإمام أيضا بالتسليم الثاني، بعدين مسلم عن يساره، فبينوي الملائكة واللي عن يساره وصالح الجن. المنفرد إذا أقام الصلاة بيكسب، إذا أذن وأقام الصلاة. الإمام بينوي اللي أفاه، اللي من هنيك على يمين الجامع فبالنسبة لهم بينوا الإمام بس بالصلاة إيش بالتسليم اليسرى، لأنه باليمين بدي يروجون لأنك الإمام مو بجهتهم. طيب الفقه هذا منين بدنا نتعلمه؟ بالجوامع بدنا نتعلمه. إيه نعم، من الأئمة، من الخطباء، من المدرسين بدنا نتعلم فقه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نجي بصلاة على كيفنا مثل ما بدنا، زادي ومزودي وزبيب الأسودي، ما بيمشي الحال. قال كنت متعلم الصلاة تماما وصلي صلاة كاملة تنفذ، معناتها نفدنا، مشيت مدري كم ألف سنة. شوفي هون، قال هون الصيام، شلون كنت تصوم؟ قال والله روحي نعم مثل المفطوم، روحي براس مناخيري، أقل كلمة بيسب الدين، أقل كلمة بيكفر، أقل كلمة بيطلق. فبتلاقي حوادث الطلاق ما بتجينا إلا بشهر رمضان. والله يا شيخ طلع خلقي عليها وطلقتها، يعني بس الدرويش طلع خلقك عليها وطلقتها، ما طلع خلقك على غيرها. ما فيك تطلع تورجينا عضلاتك برا بالشارع هيك تحكي لك كلمتين بركي بيعفشوك إن شاء الله بنخلص منها. بس الدرويش طلع خلقك عليها وطلقتها، وش بيقول لك؟ شو بدي يعني شو بدي أعمل شيخ؟ شو بدي ساوي؟ شو بدك ساوي؟ ساي صفيحة، شو بدك ساوي؟ إجا رجل مرة سمعت من الشيخ حسين صعبية، إيه نعم، حكانا قصة عن الشيخ محمود بعينه الرنكوسي، إنه الشيخ خاتمة محدثين الشيخ بدر الدين الحسني كان يعطي درس بالجامع الأموي، فأجى رجل معه زوجته على ما يبدو جاي من البادية، فوقفوا مرته هيك على جنابه هيك يعني، قال له سيدي والله أنا طلقت مرتي 3 طلقات، كل طلقة لحال، بين الطلقة والطلقة 2 3 شهور، وقالوا لي مشايخ الطلاق وقع يعني 3 طلقات يعني، بس عندي أولاد. سيدنا الله يطول عمرك يعني لأيلي فتوى رجل، قال له الله عوض عليك بالمرأة يا ولدي. سيدنا أولادنا، قال له الله عوض عليك بالمرأة يا ولدي. وعلى الشافعي، الله عوض عليك بالمرأة يا ولدي. وعلى الحنفي، الله عوض عليك بالمرأة يا ولدي. وعلى المالكي، الله عوض عليك بالمرأة يا ولدي. وعلى الحنبلي، الله عوض عليك بالمرأة يا ولدي. قال لمرته أمشي أمشي درجعك على مذهب الكلاب. كثير ناس عايشة اليوم مع نسوانا على مذهب الكلاب.
مشان كاسة شاي عليه الحرام، عليه الطلاق، عليه كذا، اي نعم. وبيفتكر حاله يعني شي رجال، شي زلمة. حرمة اتصلت فيني زوجة طلقت من طلقات 8، وشيخنا يعني مشان الله بوس ايدك شيخ. لك شو تبوس ايدي؟ شو انا حاطت الشرع ليش؟ ما انا حطيت شيء، المشايخ ما حطوا شرع ولا حطوا شيء، نحن منبين شرع الله سبحانه وتعالى. نحن مثل شرطة السير، شرطي السير بيلبس طاقية بيضاء، نحن بيلبس طاقية بيضاء. شرطي السير بيعمل هيك للسيارات، نحن بنعمل للناس هيك على الجنة. شرطي السير بياخذ 500 ليرة ونحن بناخذ 500 ليرة بعضنا يعني. اي نعم. فلذلك اي نعم، بيجي شيخ دبره دبره ما عرفتك، بيجي تلاقي بحط لي بايدي 1000 ليرة. شيخ يعني شو اللي بقول لك رجعت ببالك ترجع؟ ما بترجع. مرة ركبنا بمكرو نازل من درعا كان بنص الليل، طلعنا بهالمكرو معي طلاب شريعة أنا، قعدنا والله ورا الشوفير. شو تقول له مرته؟ سأل الشيخ. ما بدي يسأل الشيخ، قال ما بحب المشايخ. قالت له اسأله بركي بلاقينا فتوى. ما بدي يسأله. قلت له هاي إن شاء الله ما يسألنا، مبين عليه زلمة عصبي وروحه براس مناخيره. سأله ما سأله، قال لي شيخ عمك تعبي سبني. قال له نعم عمي. قال لي بنتي خطبتها وكتبنا لها كتاب براني، والزلمة سافر ولا عم يتصل فيها ولا عم يبعث لها هدايا ولا شيء، على ما يبدو ما عدوا اياها. وهلا جاي عريس رح نكتب لها كتاب محكمة، بيمشي الحال؟ قال له ما بيمشي الحال، كسر على اليمين وضرب فرام. يا حبيبي تعال رح ينزلنا بنص الشارع على الاستراد، بيجنا نركب الازل. قال له يا عمي والله ما انا حطيت الشرع، والله لو انا حطيت الشرع لقال لك خلص طلقها بلا الزلمة. بس اللي حلل وحرم الله سبحانه وتعالى، احنا لا حللنا ولا حرمنا، نحن مندلك وين الفتوى. اي نعم، اذا بنعرف واذا ما بنعرف. اي نعم، انا مؤلف كتاب الاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه، كتابي درسوه في الازهر. فمره قاعد طالب عندي مدير ثانويه شرعيه رفع ايده قال له نعم. قال شيخ اذا واحد عنده 4 نسوان وحلف بالطلاق، اني وحده بتطلق بيناتهم؟ نعم والله ما عرفت. قال والله ما بعرف. وبلشوا الجامع كلهم يضحكوا، شو ما بتعرف؟ مو انت الشيخ، انت مؤلف الكتاب. قال والله ما بعرف. اي نعم. قالوا بسألك. اي والله سألنا انه اني وحده بتطلق بيناتهم، وعرفنا الجواب، ما لحق يكون عليه بس عرفنا الجواب. اي نعم. في جازة اللي بيعرفوا، في جازة انتوا اساتذتنا. اي نعم، ما احلاكم ما تعرفوا. كنت عم درس ب اي نعم بالشيخ. بده اي نعم بده يعين وحده بيناتهم يطلق اجباري، فاذا ما بيعين القاضي يجبره على تعيين واحده، في وحده بدها تطلع لانه. فكنت عم ادرس مره اي نعم جامع بالشام، عم درس اعداد دعاة خطباء وائمه، واذ بتفاجا اي نعم بعمل لهم امتحان، شي بياخذ 50% وشي بياخذ 60%. شلون بدك تصير خطيب او امام؟ هلا الناس امتى بيسالونا اسئله ببالك؟ بمشي بالشارع ما حدا بيسالني فتوى، بس اطلع على المنبر، بس انزل كل الناس بدها تسال على الفتوى، لك هلا كنت تحت انا ما حدا سالني ولا فتوى، بس نزلت على شيخ سؤال والله شيخ سؤال، يخرب بيت قلبكم، لك هلا كنت قاعد تحت، ولا حدا قال لي شلون المعرفه، ولا حدا حاكى معي. يعني سبحان الله بتلاقي، يعني انت اذا كان اي نعم بهالشكل هذا، كيف بدك تكون داعيه؟ فقلت له نوقف الدرس، ما عاد في درس. اي نعم، وفعلا لغيت الدرس، اجتني ال5 دقائق. اي نعم سبحان الله، ولغيت الدرس، يا ريتني ما لغيته. اي نعم، انا كنت معلم مدرسه، وكنت اي نعم درس الطلاب ماده التربيه الاسلاميه، وكنت اقول للطلاب اذا بعطيهم وراء الفحص قبل الفحص بجمعه قديش بياخذوا علامه؟ علامه تامه. واللي بياخذ 50% لازم ياكل قتله ويجيب ولي امره لانه غبي. هي اسئله الفحص رح اعطيك اياها. اي نعم، ما لازم حدا يرسب. طيب نحن أسئلة يوم القيامة معنا، الرسوب ليش؟ كل شيء رح يسألنا عنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ليش إذا ذكروا النار شو منهم الله يعيننا عليها؟ لك شو أخذك عليها؟ ليش لا تروح عليها؟ إي نعم، أمرك بالصلاة تعلم فقه الصلاة، أمرك بالصيام تعلم فقه الصيام، أمرك بالتوحيد ما تعلمت العبيد. قل إي نعم، قل إي نعم كلمة التوحيد وأنت مؤمن بها. أبو طالب لما أجوا كفار قريش لعنده أدي صفة داخلي شو نكمل بعدين؟ لسه ما خلص البرنامج. لا لا خلاص ما داخلكم؟
استزيد ما استل ولا انا داخلي. فابو طالب اي نعم اجوا كفار قريش وقالوا له اي نعم انه يعني شوف ابن اخوك شو سوى فينا، نعم شق عصانا وبدد كلمتنا، اذا بده مال لنجمع له مال، بده يتزوج لان احلى البنات من زوجه، بده يصير رئيس علينا ما بنقضي امر بدونه، شو بده بس يعني يرجع عن يعني الشيء اللي جابه. فقال له يا محمد طالبين منك ايش؟ اي نعم يعني جماعه كلمه، اي نعم يعني طالبين منك شغله. قال له النبي عليه كلمه واحده بس، بس كلمه واحده يقولوها. قالوا اي وابيك وعشره، عشر كلمات شو هي؟ قال قولوا لا اله الا الله. ما رضيوا. ليش ما رضيوا؟ لانه اذا اهلوها بيامنوا فيها. لك نحن قديش نقول لا اله الا الله؟ بتلاقي موظفنا مرتشي، وبتلاقي التاجر تبعنا عم يغش، وبتلاقينا عم نكذب، وبتلاقينا اي نعم، وخاصة بالازمة كتروا الحرامية وكتر الكذب وكتر النصب والاحتيال، وعواض ما نكون ايد واحدة وناكل من سوا اي نعم رغيف واحد نتقاسم وناكل، بتلاقي اذا بايد الثاني رغيف نسرق له اياه، اي نعم، وسبحان الله يعني، واللي بيشتري شغلة مسروقة بيكون شريكه في الاثم، ما بصير تشتري اي شغلة مسروقة، اي نعم. فلذلك يعني ضبضب اغراضك، دير بالك على حالك، على غفلة طلع اسمك ومشيت. على كنت مرة على المنبر عم اقول لهم انه الموت على السريع بيجي، فاذا طلع اسم فلان، في واحد قاعد صاحبي اذا طلع اسمه انه مات، قام بعد جمعة مات، فبعد ما عم اخطب كنت بمولد، فاذا طلع اسم فلان قاعد واحد ثاني صاحبي قال لي لا جيب اسمي، لا جيب اسمي بنوب، قال لي اسمع الاذان بعدين تجي. لا بنسمع الأذان وفز ونصلي ونتكل على الله، إن شاء الله بنزوركم بركة السنة الجاية إذا عشنا إن شاء الله. يا الله شي 10 دقايق لك، شو العشر دقايق حاجة، خليه يروحوا على بيوتهم.